ولمزيد من النقاش حول البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن اعتداء القوات الحكومية على المتظاهرين السلميين واتهامهم بصنع الفوضى، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بك معنا. حياكم الله. مرحبا بك دكتور. المتظاهرون خرجوا للاحتجاج على استمرار تردي الخدمات وتزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع كبير لدرجات الحرارة كما تعلمون في العراق، وقابلتهم الحكومة بما قابلتهم من قتل وإجرام. كيف تنظرون في هيئة علماء المسلمين إلى تعامل الحكومة مع هذه المطالب؟ نعم، هي 10 أشهر مستمرة من هذه المظاهرات لهؤلاء المتظاهرين السلميين في هذه الساحات، يطالبون فيها باستعادة وطنهم. الكهرباء هي جزء من آثار الفساد الذي ارتبطت به هذه الحكومات وبما فيها هي الحكومة الحالية. هؤلاء المتظاهرون السلميون الذين يطالبون بحقوقهم وباستعادة بلدهم الذي سلب منهم واستعادة جميع الحقوق لا يزالون متمسكين بسلميتهم، ولا تزال هذه الحكومات تواجههم بذات الأسلوب منذ 10 أشهر إلى الآن. بل هذه الحكومة وما سبقها من حكومات هي تتعامل مع أبناء الشعب العراقي الذين يطالبون بحقوقهم وفق هذا المبدأ، وفق مبدأ العنف ومبدأ الخيار الدموي. ما حدث في هذه الساحة في اليومين الماضيين هو تكرار لذات المشهد. يعني هؤلاء يتمسكون بسلميتهم ويطالبون بحقوقهم عبر هتافاتهم وعبر هذه المظاهرات التي حتى دستورهم الحالي، دستور هذه الحكومات الحالي، كفلها، لكن التعامل مع هؤلاء على ارض الواقع كما نرى هو القتل والتنكيل بهؤلاء والاختطاف وغير ذلك. لماذا دكتور؟ هذا هو السؤال، لماذا ترد الحكومه بهذه الطريقه على مطالب المحتجين والمتظاهرين بالرصاص وازهاق الارواح، بينما المطلوب هو ان توفر لهم الخدمات على النحو المطلوب شعبيا؟ لماذا تتخذ الحكومه هذا الخيار لحل ازمتها مع الشعب العراقي بهذه الطريقه؟ نعم، هي أولا هذه الحكومة الحالية لا ننسى أنها امتداد للحكومات الماضية، رغم أنها ربما جاءت بغطاء أو ادعاء أنها نوع من التلبية للجماهير. الجماهير نعم أسقطت الحكومة الماضية وأجبرتها على التنازل، لكن الجماهير لم ترد أن يأتي حكومة أخرى امتداد للحكومات السابقة بذات القانون وذات العملية السياسية. لماذا هذا الاستمرار في القمع وهذا العنف؟ لأنه لا تريد هذه الحكومات، ليس لا تستطيع بل لا تريد أن تقدم للشعب العراقي وما يطالب به هؤلاء الثوار من حقوق، لأنه هؤلاء الثوار والشعب العراقي يطالب بحقوقه، ومعنى حقوقه هو استعادة وطن وإبعاد الفاسدين، والفاسدون هم المسيطرون على هذه الحكومات حتى هذه اللحظة. دكتور، بعد وصول الكاظمي لرئاسة الوزراء حاول الظهور بمظهر المستقل وحامل راية التغيير، لكن إلى أي مدى ترون أنه ذاهب بهذا الاتجاه فعلا، باتجاه تحقيق إنجاز على أرض الواقع والعمل بشفافية في العراق؟ نعم، نحن ذكرنا أكثر من مرة وهذا ما يصرح به أيضا شباب ساحات التظاهر، أن تغير هذه الوجوه في هذه الحكومات لا يغير من الواقع شيئا، لأنهم يسيرون بذات المنهج وعلى خطة واحدة وبقانون هذه العملية السياسية التي هي تأتمر بأوامر الخارج وبسيطرة هؤلاء الفاسدين والمجرمين. المختلف بين حكومة وأخرى هو فقط ربما كاختلاف لون البدلة التي يلبسها هذا المتحدث أو ذاك، وإذا اختلفت نبرة الصوت أو بعض المفردات فإن ذلك لا يغير أو لا ينعكس على أرض الواقع بشيء. فرغم حاول الكاظمي اليوم أن يغازل ويداعب مشاعر المتظاهرين ويظهر بمظهر المدافع عن حقوقهم والساعي إلى تقليص الميليشيات والفساد وغيره، لكن الحقيقة والساعي أيضا دكتور لم يتغير شيء. نعم، والساعي أيضا إلى التحقيق في كل الانتهاكات التي تعرض لها الثوار طيلة الأشهر الماضية، لكن يعني شكل لجنة واللجان معروف كيف تدير مهامها في بلادنا العربية وخاصة العراق. يعني
إما اللجان إما أنها لا تأتي بثمار، لا تخرج النتائج، أو أن النتائج تخرج كما ظهر في هذا الذي أشرنا له في بياننا الأخير، أنه أن المثيري أو المسؤول عن هذا الأمر هم أصحاب الفتنة أو طرف كما سمته السابقة الحكومات السابقة الطرف الثالث، اليوم يتهم مجموعات إجرامية، إذن هو يتهم ساحات التظاهر بهذا بالمسؤولية عن هذا الأمر، فهو لا خلاف أو لا يختلف عمن سبقه إلا بمجرد الشكل، أما المضمون فواحد. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.